اللي فاتت دي كنت مريضه، فزي ما تقول كده مخي اتمسح باستيكا. استيكا؟ زهايمر؟ ايوه زهايمر. فعشان كده انا مش عارفه انت مين ولا بتتكلم عن ايه. يا عيني الف سلامه عليكي، الف سلامه. بس في علاج مضمون قوي للزهايمر بتاعك ده في النيابه. سلام. استنى يا جدع انت، استنى يا جدع انت، ما تقولي، قولي انت مين وعايز ايه. قال يعني مش عارفاني. انا ما تنسيش. هو انا لو اعرفك هنكرك ليه؟ هو بص انا ما عنديش زهايمر، انا فقدت الذاكره بترجع لي حته. انت بقى في الحته اللي لسه ما رجعتش. انا بقى جاي عشان الحته بتاعتي دي. حتى المرحومه والدتك الله يرحمها ست المحترمه كانت موصياك عليا وقالت لي كله اللي بسيوني. ايوه صدق ان انا ابتديت افتكر. ماما هي فعلا قالت لي ايه اللي بسيوني. بس هي قالت لي كده ليه؟ روح اساليها. بتاعت الصعبط الله. وبعدين معاكي بقى، وانا اجيلك يمين تجيني شمال؟ محسوبك بسيوني اللي والدتك الله يرحمها جات لي عشان ازور اوراق تركه المرحوم جوزها اللي كان كاتب كل حاجه باسم اخوك عمر، وزورت عشان تورثي زيك زي اخوك عمر بالظبط. لا، واحده واحده عليا بسيوني عشان اعرف استوعب. تستوعبي ايه؟ ما الموضوع شارح نفسه. الله، ابوكي كتب كل ما يملك باسم اخوك عمر وطلعك من مولد بلح حمص. وهو يعمل حاجه زي دي ليه؟ انا شرفني بقى، دي داخليات بينكم. والله اعلم تكوني زعلتيه في حاجه، او لمؤاخذه انا اسف يعني يكون شاكك في نسبك. اخرس! ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما اللي عملته الست المرحومه والدتك معاكي بيدل على ان الموضوع غميق. دي جاتني وطلبت مني اظبط لها الورق عشان تورث زيك زي اخوكي. ومتهيالي ساعتها خدت حقك وزياده. لا 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 لا، انا ما بحبش الحمراء. انا خدت فلوس بس راحت لحالها. بس بعد كده المرحومه الله يرحمها اتفقت معايا على شهريه، وانتي بعد ما توفت كنت بتدفعي لي. يعني منار كانت عارفه الحوار ده وموافقه بيه. بتقولي لحضرتك حاجه؟ بقول لك الاتنين ماتوا، امي اللي زورت، اخويا اللي اتاخد حقه. بس انت موجوده، والحكومه لو عرفت هتدور في الدفاتر والاوراق تقلب، وهياخدوا كل اللي عندك ويرجعوا لمرات المرحوم. الله اعلم بقى هتتورطي في جريمه التزوير ولا لا، وممكن تاخدي لك فيها كام سنه سجن. ده غير بقى الفضيحه، لو حسن جوزك عرف بقى. اذا ما كانش يعرف تعرف تتنيل وتسكت؟ ما انا متنيل وساكت بقالي سنين. استناني هنا شويه وراجعالك.